أهلا بكم مشاهدينا في أجواء رائعة جدا، نتمنى بأن تكون المباراة مثيرة أيضا. وكالعادة معكم من كبيرة التعليق فارس عوض وتغطية لمجريات اللقاء. واليوم لدينا مباراة ضمن منافسات دور المجموعات، مع كل هذه الإثارة المصاحبة للمباراة نتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة قوية على أرضية الملعب. مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. ولمع التشكيلة الأساسية لصاحب الأرض في هذا اللقاء، طريقة تقدر تكون متوازنة في خطة تقليدية الـ 4-4-2. ونستعرض لحضراتكم تشكيلة فريق بنفيكا الأساسية في لقاء اليوم. فريق اليوم راح يلعب بطريقة الـ 4-4-2 مع دعم هجومي. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. يفقد الاستحواذ. حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. تصدي في منتهى الروعة، تألق كبير من حارس المرمى، يحافظ على شباكه، الله على التصدي. ركنية باتجاه المنطقة، كرة لم تحمل أي جديد في النهاية. ما كان في عندي أي خيار سوى تشتيت الكرة بعيدا بعد ما وجد نفسه تحت كل هذا الضغط الكبير. تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة مستحيلة في المرمى. دقائق أولى، شباك تتحرك، إثارة كبرى، مباراة تعد بالكثير. مجهود فردي، مرور، خذ الكرة، عدى فيها، مر فيها، لا أحد يستطيع إيقافه، وضع الكرة بكل ثقة في الشباك، هدف في منتهى الروعة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. بتروح الكرة للخصم. واضح غياب التركيز عند التمرير سبب بينية مثالية خلف المدافعين. كرة في مكان خطير، تصويبة باتجاه المرمى، حارس المرمى يبعدها بقبضة يده. حكم يحتسب تسلل، راح نشوف هذه من النظرة الأولى، واضح أن اللاعب كان على نفس خط الدفاع. رأي صحيحة من الحكم، تمركز اللاعب كان قريب جدا من المدافع، لكن الإعادة توضح أنه قرار صائب والسليم من حكم المباراة. شوف الآن تظهر فعالية الضغط العالي. يفقد الكرة. كرة مازالت مستمرة. بدون أي معاناة تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة. ابعد الخطورة عن منطقته. حكم يقرر مرحلة أفضلية وعدم احتساب خطأ في هذه الكرة. الصافرة توقف اللاعبين، خطأ صحيح. الحكم ما زال محافظا على هدوءه، يكتفي بتوجيه كلمة للاعب، على اللاعب أن يكون حذرا في قادم الأوقات.
يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. عرضية في منتصف ال 18. أوهو، الكرة في القائم. أكيد كان يتمنى لو تنعاد الفرصة. شوف الرأسية كانت سيئة، غير متقنة، افتقدت للدقة، كان ممكن ينفذها بشكل أفضل. الكرة تعود إلى الخصم. غريمالدو، تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. كرة مقطوعة بعد التمريرة السيئة. كيف راح يتصرف فيها؟ مساحات كبيرة على الطرف الملعب. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. تسديده من بعيد. شوف تعامل حارس المرمى بكل أريحية. يفقد الاستحواذ. عند الإمكان بيعدي فيها، يتقدم فيها. ضاعت فرصة توسيع الفارق. كم ممكن يريح الكثير، كم ممكن يستغل هذه اللقطة. شوف الموقف، كان واحد على واحد، فرصة كانت سهلة لكن ضاعت في النهاية. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. رافا يتقدم باتجاه المرمى. رافا سيلفا. اوهو، لقطة لا تنسى لحارس المرمى. ركنية في المنتصف. تعادل في هذه اللحظات. مباراة تعود إلى البداية. الآن كل شيء وارد، كل شيء ممكن. لا يمكن توقع نتيجة هذا اللقاء. نشاهد كرة الهدف وكيف تم بناء الهجمة بشكل ممتاز بين اللاعبين. هنا الإعادة. شوف قيمة التمركز أثناء اللعب الركنية. رأسية ممتازة مباشرة في المرمى. هدف التعادل إذن. النتيجة الآن 1-1. ثلاث دقائق كوقت إضافي هي كل ما يتبقى. مساحة أمامه على الجناح، من الممكن استغلالها. ميلوس نينكوفيتش، ممكن مسك كرة عرضية خطيرة. كرة باتجاه الحارس يمسكها. فرصة هدف محقق. شوط أول ينتهي بالتعادل. الأمور غير محسومة حتى اللحظة في أي اتجاه. الفريقين تقاسموا نقاط المباراة، نقطة لكل فريق، لكن بالتأكيد هذه النقطة غير مرضية. ضربة بداية الشوط الثاني في هذا اللقاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في انتظار متعة أكبر وإثارة أكبر وجودة أفضل. كرة بالخطأ. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. أندري ألميتا عند الكرة في مكان خطير. اوهو، على التصفيق.
التصدي والرشاقة. يرسل الكرة لوسط المنطقة، تسديدة قوية من مسافة قريبة، لكن الكرة بتمر، الكرة بتعدي، كان ممكن تستغل بشكل أفضل، بشكل مثالي في التنفيذ. مدرب أصحاب الأرض يفكر بضخ دماء جديدة في الفريق الآن. المساحة أمامه على طرف الملعب، فرصة والمساحة موجودة، مضغوط عليه، كرة بتتحول إلى رمية تماس. والآن مع التغيير في تشكيلة الفريق حاول الاستغلال دكة البدلاء، دفع بلاعب جديد يعطي مزيد من الحماس للفريق داخل أرضية الملعب. جوليان فايجل يفقد الكرة، اختار الحل الصعب، فكر في التصويب، كم ممكن يمرر، كانت عنده حلول أخرى في اللقطة الماضية. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. أوهو، تدخل خاطئ، قد يخرج الحكم الكرت الأصفر الآن. حكم يرفع الكرت الأصفر بعد هذا التدخل. شوف اللقطة في الإعادة، في تدخل قوي كان، في خطورة كبيرة. في الإعادة نرى بأن الحكم كان محقا في احتساب المخالفة. اللاعب تدخل على قدم خصمه بإعاقة غير مدروسة. أندري ألميتا، الوضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح بيعدي فيها، يتقدم فيها. أوهو، ضاعت الفرصة. شوف القرار في اللقطة الماضية، فكر يسدد، كان منفرد بحارس المرمى، لكن الكرة بتضيع، كان مفروض يكون أكثر هدوء في اللقطة الماضية. بتروح الكرة للخصم، فرصة خطيرة الآن، العارضة بتخل نصها. غريبة اللقطة، كرة من زاوية صعبة، كرة مستحيلة، مع ذلك سددها، فرصة بتضيع. ما أعرف شو اللي كان يفكر فيه أساسا، إذا كان يفكر. ممتاز في قراءة اللعب. عند الفرصة في ممتازة تسديدة، والحارس يرتمي بكل أناقة، بكل هدوء يتصدى لهذه الكرة. هذه لعباته عودنا عليها. تنفيذ الركنية في منتصف، ضربة قوية في بعد الكرة، لم يبعدها، وما بقبضة حارس المرمى يخرج الكرة بعيدا. تغيير في هذه اللحظات، الآن جاء الوقت اللي يستفيد فيه الجهاز الفني من دكة البدلاء، يدفع بلاعب جديد في أرضية الملعب للاستفادة من خدماته. بينفذ الركنية، خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. يسترد الكرة في منطقته، ضغط عالي يضع الفريق في موقف صعب جدا، ويجعله يتصرف بهذه الطريقة ويفقد الاستحواذ بشكل سريع. ويلكنسون، المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير، فقدوا الكرة.
تكون في وضعية هجومية. قد تكون هذه الفرصة. اختار الحل الصعب، فكر في التسويب، كم ممكن يمرر؟ كانت عنده حلول أخرى في اللقطة الماضية. بخلق بمر فيها بعديه، فرصة متاحة، هدف في منتهى الجمال، في منتهى الروعة، الله على استخلاص الكرة وإعادتها مرة أخرى إلى الشباك. فعلوها، أخذوا المقدمة. انظر إلى اللقطة، إلى الإعادة. لطالما عودتنا كرة القدم على المفاجآت، لننتظر ونرى إن كانوا سيتمكنون من الحفاظ عليه. النتيجة الآن 2-1، والكرة تعود إلى منتصف الملعب. أوهو، تدخل خاطئ، قد يخرج الحكم الكرت الأصفر الآن. في فاول وفي خطأ، بطاقة صفراء في هذه اللحظات. نرى في الإعادة بأنها كانت عرقلة قوية، قدمه اتجهت مباشرة لقدم الخصم، خطأ صحيح، تدخل غير مدروس على المنافس والمخالفة واضحة. يفقد الكرة، بيتزي، كرة تفتقد إلى التركيز، مرت الكرة الجانبية إلى ضربة مرمى. المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة. يا سلام على هذه الجماهير، انظر إلى المدرجات، استمع إلى الأهازيج، إلى الفرصة والمساحة موجودة. يا الله، ضاعت الكرة، غريبة جدا، واحد على واحد مع حارس المرمى، كم ممكن يمر؟ كم ممكن يتعامل فيها بشكل أفضل؟ كم ممكن يسجل؟ لكن كرة تسديدة افتقدت للدقة، للتركيز، الكرة بطيء خارج المرمى. يا الله على الفرصة الذهبية. يفتك داخل المنطقة. محاولة الآن، تمريرة خطيرة في الدقائق الأخيرة. موقف صعب مع الضغوطات على حامل الكرة. كرة سهلة عند حارس المرمى. ماذا يفعل حارس المرمى؟ قد يدفع الثمن غالية الآن. الحكم يطلق صافرته معلنا عن وجود خطأ في اللقطة الماضية. لو أتى، لو سجل من هذه الكرة ثابتة بين أحضان حارس المرمى. أوه، الحكم يعمق الجراح، صافرة معلنة، ضربة جزاء، كل الطرق تؤدي إلى الهزيمة. لو سكنت المرمى ستكون بمثابة رصاصة الرحمة. يا الله على هذا السيناريو. شوف اللقطة في الإعادة، في تدخل قوي، كان في خطورة كبيرة، لم يقدر اللاعب التدخل بشكل صحيح، وفي الأخير كانت عرقلته على قدم خصمه ومخالفة صحيحة. نموذجية، نموذجية في المرمى، ركلة جزاء في منتهى الروعة. يا
ليس من السهل بأن تسدد ركلة الجزاء، الأمر يتطلب ثقة كبيرة، التعامل معها بثقة بهدوء بدون أن تشك في قدراتك، مع ثقة ومسؤولية بالتأكيد كبيرة أمام الجماهير. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. محاولة هجومية هنا، يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. صافرات الاستهجان من جماهير صاحب الأرض بعد ما أقر حكم المباراة 5 دقائق كوقت مضاف. الجماهير الآن على أعصابها، الكل متعطش لسماع صافرات نهاية المباراة. فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة، الله يسجل النار، يقلص الفارق، هدف يعيد الأمل في الدقائق الأخيرة. الآن على بعد هدف واحد من إدراك التعادل، تعادل لو حدث ستكون مباراة مجنونة، ستكون بمثابة انتصار في اللحظات الأخيرة. الله على الكرة. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. ربما تكون الفرصة الأخيرة للعودة في المباراة. بداية سيئة في دور المجموعات، بعد جولتين لم ينجح الفريق في تحقيق أي انتصار، تتعقد أموره في هذه المجموعة. علي أن يظهر ردة فعل قوية في الجولة الثالثة قبل أن تصبح الأمور صعبة، الضغوطات بالتأكيد راح تكون أكثر وأكثر. لعب واحدة من أفضل مبارياته في كرة القدم، تتكلم عن أداء خرافي، أداء أسطوري اللي شفناه في مباراة اليوم، كان نجم هذه المباراة، كان حاسم في تحقيق الفوز. تمكن من تسجيل هدفين، ساهم أيضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضية عن اللي قدمه، هو نفسه أيضا سيكون سعيد بمساهمته. تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، مستحيلة في المرمى، دقائق أولى. ركلية في المنتصف، تعادل في هذه اللحظات، مباراة تعود إلى البداية. الآن كل شيء وارد، كل شيء ممكن. بخلط بمر فيها بعديه. هدف في منتهى الجمال، في منتهى الروعة. الله على استخلاص الكرة وإعادة. نموذجية نموذجية في المرمى، ركلة جزاء في منتهى الروعة. فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة، الله يسجل النار، يقلص الفارق.